نتمنى ان يكون اختيار موفق. كما قال الاستاذ خالد فيما يخص الدعم ما غاديش ندخل في هذه النقطه. هذا الحفل ما عندوش، حنا ما كنطمعوش في هذا الحفل اننا ناخذ الدعم. حنا الحفل دخلنا عليه المره الاولى وكنديروه ديما هو اننا باش نرسخوا الثقافه ديال الاعتراف. المساله الاخيره هو ان المجهود ديال النجاح ديال هذا الحفل كيرجع اولا رجال الاعلام ديال القنيطره، الناس اللي كيخدموا وراء الكاميرا، الناس اللي خدموا بالروبورتاجات ديالهم، اللي بالفضل ديالهم عرفنا مجموعه ديال الشخصيات، وكاين مجموعه ديال الشخصيات اللي حاضره معنا اليوم وكتستحق انها تكرم مع هاد الشخصيات هادو. نتمنى ان شاء الله في المواسم المقبله ان شاء الله يحظوا فيهم بهاد الفرصه. شكرا لكم كاملين. الدكتور عبد الرحيم سترات وجه من الوجوه القنيطريه المعروفه والذي يشهد لها القنيطريون والبعيدون قبل القريبين بحركته ودرايته وعطفه الكبير. وأنادي على بطل آخر في صنف آخر، هو البطل المغربي عبر الزين الزين لتقديم هذه الهدية للدكتور الأولمبي المغربي القنيطري سي عبد الله زين. وكما يلقبه يحب ان يلقبه البعض في بطريقه. شكرا للحضور، شكرا لمجد ربنا، شكرا لمدينتها، شكرا لمدينه القنيطره، شكرا لقلبي، شكرا لمدينتي التي احبها واتمنى ان اكون عند حسن ظنها. شكرا لكم.